السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا مداخله ديال واحد الفلسطيني اللي رائعه الصراحه، كيشرح كيفاش كبرانات الجزائر كيسخروا القضيه الفلسطينيه باش يغطيوا الفشل ديالهم، وغادي يوضح لكم كيفاش النظام الجزائري كيستغل هذه القضيه في صراعات اللي ما عندهاش علاقه بها، وشنو هي الاهداف اللي كيبغيو يوصلوا ليها من هذه الاساليب. خليكم معنا حتى الاخر باش تفهموا الحقيقه وراء هذه التحركات. انا هون مو لحتى اجمل صوره المغرب، فمغرب تاريخ وحضاره وحاشا وكلا انه نزكي تاريخ المملكه المغربيه بلسان فلسطيني، وتاريخها موجود منذ الازل. ولكن ما يحزنني كفلسطيني صراحه ان ترى شعار ظالمه او مظلومه الذي نسمعه ليل نهار. وبالمناسبه اخ اسعد، انا شخص فلسطيني كنت اكره المملكه المغربيه، كنا نكرهها نمقتها. روجت في افكارنا بانها دوله صهيونيه ودوله يهوديه بهذه المسميات، وساكشف لك في هذا اللايف عن الحقائق الذي يجهلها البعض مما يروجه الإعلام الجزائري عن المملكة المغربية. صراحة ما يحزنني هو استخدام القضية الفلسطينية في طعن المملكة المغربية وإدراج الفلسطيني في مشاكل لا تسمن ولا تغني من جوع، كمثال القضية الصحراوية الذي يتباهى بها تبون عبر مدار 50 سنة. كفلسطيني هناك فرق بين المملكة المغربية بحيث التاريخ، تاريخ المملكة المغربية ممتد لأكثر من قرون، وحاشا وكلا أن نقارن دولة الجزائر اللي أخذت استقلالها منذ عام 1962. فأنا رسالتي للرئيس الجزائري، هو قال أن الجزائر كانت آلة عثمانية في ندوة إلى في البرتغال، ما حكى انه الجزائر كانت دولة. يعني يا ريت نركز على كلام الرئيس الجزائري الممثل الوحيد للشعب الجزائري، هو قال بالحرف الواحد ان الجزائر كانت ايالة عثمانية، وهذا شيء موجود بالتاريخ. اذا اليوم تبون بيطلع الرئيس الجزائري بقول لك نحن الجزائريين تحدث عنا صلاح الدين الايوبي، اين كنت انت في التاريخ استاذ تبون؟ اين كانت الجزائر؟ انا واحد من الناس عندي اطلاع على التاريخ، اين كانت الجزائر في عهد صلاح الدين الايوبي؟ اين كنتم بال48؟ أنتم استقلالكم أخذتوه بال62، هذا الشيء المفهوم، هذا الشيء اللي احنا بنعرفه كفلسطينيين. إذا ليش أنت بتروج لي على أنك بطل وكنت موجود في التاريخ وأنت ما كنت بالتاريخ؟ المشكلة اللي بنعانيها اليوم احنا كفلسطينيين هو تزوير الحقائق. أنا أي شيء بتحدث فيه المغربي عندي مرجع، ولكن الجزائر يقول لي كذا وكذا وكذا بدون مرجع. إذا من أصدق؟ الذي يوجد معاه الدلائل أو الذي يتحدث بكلام غوغاء لا يسمن ولا يغني من جوع؟ الأخ الكريم الذي بعد محمد، اغلق الكاميرا مؤقتا إلى أن يأتي دورك أفضل حتى تكون مرتاح، تكون أكس أفضل. إذن أخي محمد، يعني طيب أنت أطنبت في المغرب ومدحت، ماذا فعلت المغرب لم تفعله الجزائر؟ ماذا قدموا لكم خصوصا في غزة؟ لا، ليس على صعيد غزة أستاذ الكريم، ليس على صعيد غزة. نأخذ غزة مثالا. لا 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 لا، شوف هون ظلم للمملكة المغربية. المملكة المغربية تدعم فلسطين بكل مدنها أستاذي الكريم، لا تدعم فقط غزة، أو هي لا تريد أن تتصدر المشاهد مثل بعض الدول المارقة التي تتغذى بالشعارات. أنا كفلسطيني أعرف الدولة الحقيقية ذات السيادة، وأعرف الدول التي تتغنى بالشعارات والعواطف لتدغدغ به الشعوب العربية والفلسطينية، خاصة بما يسمى نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ولكن لا يهمني ظالمة أو مظلومة، كان يهمني أنا كفلسطيني ما وراء ظالمة أو مظلومة، هذا الشيء الوحيد اللي كنت بلتمسه أنا كفلسطيني. بداية هل التسمية، هل اللفظ هذا صحيح عليكم أن توصفوا بالظالمة، ظالمة أو مظلومة؟ كيف سينصرونكم ظالمين؟ متى كنتوا ظالمين أصلا؟ لا نعرف هذا. هذا شيء ينطبق على الإخوة الجزائريين. بالمناسبة الجزائر لا تنظر لفلسطين كونها قضية عقائدية تخص المسلمين، نو هذا خطأ. الجزائر تنظر إلى فلسطين كقضية سياسية، وحتى رئيس الجزائر قال أنا ما عنديش مشكلة مع إسرائيل، هذا كلام الرئيس الجزائري مو كلامي أنا. ففي فرق أخي الكريم بين نظرة الجزائري ونظرة الأخ العربي لفلسطين. طيب أنا أريدك أن تضع النقاط على الحروف. أنت تمدح المغرب وتذم الجزائر، قل لي ماذا قدمته المغرب لم تقدمه الجزائر؟ 1 2 3 اذكر لي ماذا قدمت الجزائر لفلسطين. إذا بدك أتكلم لك عن تاريخ المغرب، صدقني اللايف لن يتسع. لن يتسع اللايف ولا حتى مليون لايف ولا 1000 كتاب ولا 1000 مكتبة سوف يتحدث عن تاريخ المغرب وفلسطين أستاذ أسعد. لهذه الدرجة بل أكثر. يعني من كثر الأفاعيل التي فعلتها المغرب بكم لا يتسع هذا اللايف. لا يتسع أي، شوف لا يتسع الكتاب ولا حتى مكتبة للتاريخ الفلسطيني المغربي. يا أخي أنت تبالغ شوي. لا أبالغ، أنت تتحدث عن آلاف القرون، لا تتحدث عن سنة أو سنتين. طيب أعطينا مثال. كمثال إذا قلنا صلاح الدين الأيوبي لما قال شهادة في حق
حق الإخوة المغاربة، 25% من جيش صلاح الدين الأيوبي معظمهم مغاربة، وقال فيهم شهادة لن يستطيع أي إنسان عربي أو كان فلسطيني أو غير فلسطيني أن ينفي كلام صلاح الدين الأيوبي حتى قبل صلاح الدين الأيوبي. ماذا قال صلاح الدين الأيوبي؟ أسكنت هنا من يأتمنون على هذه الأرض هم المغاربة، ولديهم حارة أستاذي الكريم، ولديهم حارة بالقدس اسمها حارة المغاربة، هناك من يريد أن يركب على هذه القضية بأن ينسب نفسه إلى التاريخ المغربي. أين كنتم من تاريخ المملكة المغربية؟ لو سمحت ماذا قال صلاح الدين الأيوبي؟ أسكنت هنا من يؤتمر على هذه الأرض، أسكنت هنا من يبطشون في الأرض، يبطشون بالبحر أو بالأرض، وأسكنت هنا من يؤتمن على هذه الأرض، قصدوا عن المغاربة. حتى بدي أرجع لقبل صلاح الدين الأيوبي. يمكن يقصدكم أنتم الفلسطينيين، يمكن يقصدكم أنتم. لا 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 يقصدنا الفلسطينيين، لا 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 يقصد المغاربة. نعم يقصد أيوة. المغاربة. فالمغاربة أستاذ أسعد، أستاذ أسعد، حتى نقرأ التاريخ جيدا وننصف التاريخ، المغاربة لهم ذراع طويل فيما يسمى نشر الخلافة الإسلامية في الأندلس، ولهذا السبب الآن سبتة ومليلة هي قضية تعنيني كفلسطيني، لا تعني المغرب. لا 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 تبتعد عن فلسطين، خليني لا 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 أريد أن أبتعد، حتى أعطيك مثال فقط أن المملكة المغربية كانت دائما حاضرة في نشر الإسلام طيب ماذا عن الأوقاف؟ حدثنا عن الأوقاف الجزائرية عندكم. أي أوقاف؟ أوقاف ما في أوقاف جزائرية عندكم؟ والله هذه معلومة غريبة، أنا أول مرة يعني أين ما يسمى الأوقاف الجزائرية؟ أستاذ الكريم هناك ما يسمى لجنة القدس أخي الكريم، تصدرها جلالة الملك الحسن الثاني عام 1974، وما زالت تستغل إلى هذه الساعة، هذه الساعة حتى في عام 1998 ترأسها محمد السادس نصره الله وأيده، وإلى هذه الساعة بما يسمى مال القدس يأتي إلى فلسطين، وهي وظيفة اجتماعية، هناك ناس تفرق بين الخدمة الاجتماعية والخدمة السياسية، لجنة القدس اللي واقف عليها جلالة الملك محمد السادس خدمتها اجتماعية، تخص التعليم، بناء المدارس، تعزيز صمود الفلسطينيين بمدينة القدس، هذا التعريف الصحيح لما يسمى لجنة القدس أخي الكريم. طيب أنت مصر على أنها لا توجد هناك أوقاف جزائرية في القدس، يعني ما إذا كان هناك فلسطيني أو غير فلسطيني يقول لي وين موجودة لما يسمى الأوقاف الجزائرية في فلسطين؟ لعلنا وعسى أن نبحث. طيب المغاربة هل لهم أوقاف؟ نعم أستاذي الكريم، لا يمكن أن تبعد المملكة المغربية عن المقدسات الفلسطينية، لا يمكن إطلاقا أن تمحو تاريخ المملكة المغربية مع المقدسات الفلسطينية، لا يمكن. هل لذلك علاقة دينية باعتبار أنهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مسؤولين عن الأعتاب الشريفة وعن القدس الشريف؟ هل هذا يعني اعتبارية دينية ولا فقط سياسية؟ لا اعتبارات دينية، لا مو اعتبارات سياسية، لأنه أنا كمنظوري الأول أنا ما شفت الملك محمد السادس يقول أنا مع القضية الفلسطينية وسأدعم القضية الفلسطينية من أجل حملات انتخابية داخل السوق المغربي أو داخل الشارع المغربي، أنا ما شفت الحسن الثاني يتاجر بالقضية الفلسطينية، ولا شفت محمد الخامس الذي زار القدس ولديه صور بالقدس تاجر بالقضية الفلسطينية، أنا ما شفت هذه سلالة ملكية دائمة مستمرة عكس الدول الجمهورية التي كل 4 سنوات تخرج في إطار دغدغة الشعوب والركوب على الموجة وأن تتحدث عن فلسطين. فلسطين اليوم أصبحت كشماعة فقط تستخدمها الأنظمة من أجل البقاء طيب. على الكرسي. طيب أنا سمعت المغاربة يقولون يوما أن ما أدري قالوا ثلث أم ثلثي أوقاف القدس من غير الفلسطينيين هي مغربية، أوقافهم هناك منتشرة في كل مكان، هل هذا صحيح؟ نعم هناك في المكتب الإسلامي للتراث الفلسطيني هناك كتب من القرآن المغربي أو كتاب من القرآن الكريم بخط ملوك المغرب موجود في التراث الإسلامي الفلسطيني لليوم إذا بدك أنا أروح شخصيا للمتحف وأفرجيك هذه الكتابات اللي بتعود لمئات السنين أو الكتب هاي بفرجيك إياها، أنا مستعد أفرجيك إياها، ولكن أعطيني دلائل واحدة من الدول التي تتغنى بفلسطين إلها إرث موجود أو هدية موجودة في فلسطين، شيء واحد فقط يثبت أنه هذه الدولة كانت مع فلسطين. Alright. Okay. شكرا لك، خليك معي الأخ محمد، تفضل يا محمد. سعد أنا لا أتكلم بلغة العاطفة ولا أجامل أحد على حساب وطني، وقل الحق من ربكم، وإحنا أهل حق مش أهل فتنة، وعمرنا ما كنا أهل فتنة. إذا كان الجزائريين أو إذا كانت الجزائر تتحدث وتتغنى بفلسطين ظالمة أو مظلومة، ماذا قدمت الجزائر لفلسطين؟ الجزائر يا سيد الكريم منذ استقلالها إلى هذه الساعة لا يوجد لديها ممثل واحد رسمي لدى الشعب الجزائري في فلسطين، بل لا يوجد لديها سفارة أو حتى مكتب. وهل تعلم أنني كفلسطيني لا أستطيع الذهاب إلى الجزائر لأن الجزائر لا تستقبل الفلسطينيين؟ وهل تصدق أنت كشخص يمني أن من طرد المغاربة سوف يستقبل الفلسطينيين؟
وأن من طرد اللاجئين السوريين سيستقبل الفلسطينيين. إذا كان هناك بعض الناس الذين تدغدغهم العواطف هذا شأنهم، ولكن أنا إنسان أتكلم بالحق ولا يملي علي أي إنسان رأيه. أنا أحترم الجميع وأقدر الجميع، ولكن ليس على حساب أن نكذب وأن نكون آلة في الزمن. لكن السنوار هن تبون بالفوز. من ممثل الشعب الفلسطيني أستاذ أسعد؟ من الشرعية اليوم لحماس؟ لا لا من العباس؟ لا لا الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. لماذا أنت أستاذ أسعد تريد أنني بدك تلف أو تكارب باللهجة الفلسطينية؟ ليش؟ من الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني هو الرئيس أبو مازن أستاذ أسعد. عباس وراء المتراس يقظ المنتبهون حساس. لك شوف، من حقك أنك تنتقده، من حقك تقول، ولكن الحقيقة هو أن الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني هو الرئيس أبو مازن. الممثل في، لكن الممثل هذا شيء يخص الفلسطينيين في انهم يختاروا الشخص طيب اللي بدهم اياه. طيب تعال بس على الصعيد، على الصعيد السياسي، من يمثل الفلسطينيين هو الرئيس ابو مازن. خلص هذا شان فلسطيني. طيب كيف تقرا انت يعني تهنئه السنوار؟ لا قيمه لها، الجماعه كانهم حصلوا على صك الغفران في الجزائر. لا قيمه ولا وزن، لا من هنا ولا ابدا نهائيا. لا يوجد لها وزن. انا اقول لك اياها، اسمح لي استاذ اسعد، اذا بدك اليوم انا اجيب لك اصوات. يعني الرئيس عبد المجيد تبون، هل تعلم من خاطب؟ خاطب وائل الدحدوح ولم يخاطب اهل غزه، خاطب وائل الدحدوح ولم يخاطب الشعب الفلسطيني. هل تريد من وائل الدحدوح استاذ تبون ان يعمل كبطل؟ لا بالله عليكم يا اخوان، تحترمونا احنا كفلسطينيين، تحترمونا كفلسطينيين، وما تفرقوا بين هذا صحفي وهذا مو صحفي، هذا إعلامي هذا مو إعلامي. احترمونا احنا كفلسطينيين، احنا كمان شعب ومن حقنا الحياة ومن حقنا نعيش. فانت لما تطلع تبني انتخابات على حساب الشعب الفلسطيني بعد 10 شهور جاتك فلسطين، يعني انت تذكرت فلسطين وتريد من مصر ان تفتح لك الحدود لبناء ماذا؟ 3 مستشفيات. أنت تريد من الشعب الفلسطيني أن يفتح بيار، وأنت الرئيس الجزائري الذي تتعالج في ألمانيا. بالله عليك بالمنطق، الشعب الجزائري يقول لك ابني لي مستشفيات داخل الجزائر، والجزائر تأخذ منحة من المملكة العربية السعودية في بناء مستشفيات داخل الأراضي الجزائرية. حتى الرئيس الجزائري والممثلين الجزائريين كلهم يتعالجون في أوروبا. يعني بالله عليكم احترمونا يا جماعة، احترمونا، بكفي كذب ونفاق. إذا أنتم استطعتوا أنكم تمرروا الكذب منذ 62 سنة، لا لن تستطيعوا أن تمروا مرور الكرام أمام شعب واعي. ونسبة الأمية عند الشعب الفلسطيني صفر. نحن لسنا أغبياء. إذا بتحاولوا اسمح لي، إذا بتحاولوا تسطروا إنكم أمجاد على حساب الفلسطينيين منكم وبعيد. الشعب الفلسطيني شعب تاريخ وحضارة قبل أن تولد الجزائر بآلاف آلاف محمد. آلاف السنين. محمد إذن كما شفتوا معنا في هذه المداخلة دي الفلسطيني، من الواضح أن النظام الجزائري يتعامل مع القضية الفلسطينية كأداة سياسية باش يبرر المواقف دياله ويغطي على الفشل دياله للصعيد الدبلوماسي، خصوصا في العلاقة مع إسبانيا. استغلالهم القضية الفلسطينية في مواضيع ما عندهاش علاقة بها بحال التوتر مع إسبانيا، كيبان في حال محاولة للهروب للأمام وخلق أعذار واهية قدام الفشل اللي كيعرفوه في مواجهة التغيرات اللي كيشهدها الملف الصحراوي. إسبانيا وفرنسا بدعمهم المقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية دار عليهم ضغط كبير من طرف الجزائر، لكن ملي الجزائريين ما لقاوش نتائج إيجابية بداو يقلبوا لحجج تانية باش يبرروا الفشل ديالهم. هاد الأسلوب كيبين أن الكبرانات ما كيعرفوش يواجهوا الحقائق ولا يلقاو الحلول الواقعية للمشاكل الدبلوماسية ديالهم، وكيعتمدوا على اللعب بالقضايا العاطفية بحال القضية الفلسطينية. وباختصار هاد التصرفات ديالهم غير محاولة باش يربحوا الوقت ويغطيوا الفشل المتكرر ديالهم على الساحة الدولية. إذا كان هذا هو الفيديو، اللي عجبك ما تنساش تخلي لينا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جاي.